بعد رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي وفي كمان هنستضيف كأس الأمم الأفريقية، هنستغل الحدثين ازاي؟ احنا أرسلنا للسيد الأستاذ دكتور محمد عثمان الخشت خطاب بأن يكون لنا دور في هذا في هذه القمة من عدة مستويات. المستوى الأول أن هذه المؤسسة فيها قسم يسمى قسم اللغات الإفريقية، فقلنا نحن على استعداد تام لعمل دعاية باللغات الإفريقية، ويكون لدينا مترجمين يترجمون لمن يريد إن شاء الرحمن. علاوة على أن هؤلاء الطلاب الذين أصبحوا نسيج واحد معنا يأكلون ويشربون ويتحاورون ويتثقفون معنا، هم على استعداد الآن فيما إذا طلبناهم في أي وقت لحضور أي مؤتمر أو ندوة أو طلب أي حاجة تعريفية عن وطنه أو دولته أو سواء على الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية، سيمدون بكل المعلومات التي يمكن أن نستفيد بها على المستوى المؤسسي وعلى مستوى الرياضي.